السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو اللي لاني في شابيت الكونفرتيسور. الكونفرتيسور تسهل برشا، ممكن نعمله في فيديو برك باه تابع معايا. باهي، عندنا دو تيب دو كونفرتيسور. كونفرتيسور نوميريك انالوجيك، معناها سي ان سيركوي الكترونيك كي ترانسفورم ان سينيال نوميريك اون ان سينيال انالوجيك. كونفرتيسور انالوجيك نوميريك ترانسفورم الانالوجيك نيميريك. احنا علاش نترانسفورم؟ علاش مهمين الحكاية دي؟ دوم الصوت والتصوير وكلهم سون ديسينيو انالوجيك، واضح؟ باش نعملهم تريتمون ونستوكيوهم وكذا، دو بريفيرونس ردوهم نيميريك، ومن بعد باش نرجعو نشوفوهم ولا نسمعوهم نرجعوهم انالوجيك. هذاك علاش هذوما زوز مهمين. باهي، دونك سامبول تاع هذوما زوز، دونك ان داخل هنا ان سينيال نيميريك، هنا دياز هذيا يخرج هكايا او اس، معناها من الاخر لهنا او اس يساوي ك فوا ان، تنطلعو ك شنيا لونيتي بتاع ك هي فولت موانز ان، ولهنا ان يساوي ك فوا او، واضح؟ باهي، الحقيقة في البروجرام بتاعكم عندكم الكونفرتيسور نيميريك انالوجيك هو اللي تخدموها، هذا جست تاخدو عليه فكرة وكهو، كانو موجود وكهو. باهي، في الكونفرتيسور نيميريك انالوجيك عندكم دو تيب، ريزيستانس بوندري و ار دوز ار. شي يقول لك اعطيني دو تيب تاع شو اسمه الكونفرتيسور نيميريك انالوجيك، تقول له ريزيستانس بوندري و ار دوز ار. باهي، انتوما تخدموا اكثر ريزيستانس ريزيستانس بوندري اللي باش نخدموا مع بعضنا. اما قبل ما نخدم جوش باش نبين كلك نوتاسيون. لو كان نكتب هكا ان هكا، معناها راهي اون بينير، واضح؟ ولو كان نكتب ان هكا راهي اون ديسيمال. جس ناخذ اكزامبل تفهمني، ان مثلا يساوي خلينا نقولو 1001، هذيا نكتبها اون كروشي. باهي، معناها كي نحب نكونفرتيوها نحطو شنو كوا، دونك هذيا 2 بويسونس 3 فوا 1 بلس 2 بويسونس 2 فوا 0 بلس 2 بويسونس 1 فوا 0 بلس 2 بويسونس 0 فوا 1، دونك سافا تيتر هذيا 8 بلس 1 سافي 9. معناها لو كان ناخد دو فاسون جينيرال ان ا 3 ا 2 ا 1 ا 0 هذه تسمى ان مو ا 4 بيت، ا 4 بيت، واضح؟ الديسيمال بتاعه هي ا بويسونس 3 2 بويسونس 3 بلس 2 بويسونس 2 ا 2 بلس 2 بويسونس 1 ا 1 بلس 2 بويسونس 0 اللي هي 1 ا 0، واضحه القصه؟ دونك يقول لك مو 4 بيت تعمل لك مو 3 بيت تاخذ 3 برك، مو وي وي بيت دونك تاخذ 8 بيتات، واضحه القصه؟ ولا تو نتعدي الخدمه بتاعنا. دونك شوفوا مع بعضنا، هذا شيما دا كونفرتيسور. باهي، هذه دونك او اس، هذوما لي بيت بتاعنا. باهي، عادة الـ A0 نحطوهم على الـ ريزيستونس الكبيرة بالكل، دونك 8 R، دونك هي أكبر واحدة، دونك الـ A1 هذايا، A2، A3. باهي، دونك هذا يخرج من هنا E3، دونك من هنا E2، يخرج من هنا E1، ومن هنا E0، ويخرج كله E، E يدخل لهنا، دونك يتفرق هذايا أمبليفيكاتور أوبيراسيونيل، دونك يخرج E من هنا، بريكل. باهي، الاو ريفيرونس ديما كاكا ديريجي فير لو با، جينيراتور نحطو مغاديكا. شنو هما لي كيستيون لي جيونا في الحكاية هاذيا؟ دونك أول حاجة باش نطلعو ليكسبريسيون دو إي، دونك ليكسبريسيون دو إي، إي هاذيا، واضح؟ قبلها هي باش نطلعو أترافير ليكسبريسيون دو إي أن و إي تروا و إي دو إكسيتيرا. باهي، ومن بعد اش باش نعملو؟ باش نعملو U S إيكالا K فوا N، باش نطلعو قداش الكا بالضبط، واضح؟ يعني باش نخدمو مع بعضنا، ومن بعد باش نخدمو سكون أبيل لا بلان إيشيل. شنيا لا بلان إيشيل؟ سكون أبيل أن كونتوم. آخر حاجة باش ناخدو فكرة على الكاركتيريستيك دو ترانسفير، كاركتيريستيك ترانسفير اللي هي تو سامبلومون US en fonction de n. واضح؟ باهي نبداو. دونك لو كان ناخذ المو هذايا n يساوي دونك 1 0 0 0، معناها الا 3 هو 1 والباقي 0، واضح القصه؟ معناها كان الا 3 هو المسكر،
باش ما يولي كي دونك لو كان ياخذ الماي الصغير هذيا لا ماي هذيا ام دونك باش نقول نبدا من هنا دونك موان ايبسيلون جي لهنا دونك الكورون ماشي هيك دونك هذي يو ار دونك بلس يو ار بلس يو ريفيرونس يساوي زيرو معناها لو كان طلع دونك تولينا الابسيلون هذيك قال زيرو بطبيعتها تولي ار فوا اي تروا يساوي موان يو ريفيرونس لو كان دونك اي تروا يساوي موان يو ريفيرونس سور ار فوالا دي لاني ب لو كان توا ناخذ المو هذا ان كله زيروات زيرو 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 دونك ولات الاي تروا يقال زيرو معناها لهنا بور ا 3 ايجال 1 اعطيني هذا بور ا 3 ايجال 0 اعطيني هذا دونك مع بعضهم هذوما الزوز نستنتجو كونو الاي 3 هي موان ا 3 اي ريفيرونس سور ار واضح خاطر اذا كان ا ايجال 1 تعطيني هذا واذا كان ا ايجال 0 تعطيني صفر باهي دو ميم نفس الحكايه بالضبط نطلعو اي 2 اي 2 يساوي موان ا 2 U ريفيرونس مش سور R سور 2R هذاك معناها بوندري بوندري معناها مربوطين ببعضهم هذوما سور 2R وال E A هي موان A A U ريفيرونس سور 4R وال E 0 هي موان A 0 U ريفيرونس سور 8R دونك تو نجمو نجاوبو على الكيستيون تاعنا هذا الاولاني دونك انا دابري لا لوا دي نو ناخذ لو بوان A هذايا دونك لوا دي نو في ال A لوا دي نو في ال A دونك عندنا اي يساوي اي 1 اي اي 3 غنقولو بلس اي 2 بلس اي 1 بلس اي 0 معناها نجمو نخرجو وريت هذوما كل كي نجمو نخرجو كو اون فاكتور نجمو نخرجو او ريفيرونس اون فاكتور دونك يساوي باش نخرج اون فاكتور 8 سور ار دونك موان او ريفيرونس 8 سور ار ما في الاي 3 شقعد في الاي 3 شقعد دونك ضربنا في الويت تولي ويت ا 3 وهذه تولي 4 ا 2 وهذه تولي 2 ا 1 وهذه تولي ا 0 باهي هي تخزيد نزيد نفرتها اكثر موا او ريفيرونس سور 8 ار هذا هي 2 بيسونس 3 ا 3 وهذا 2 puissance 2 à 2 وهذا 2 puissance 1 à 1 وهذا 2 puissance 0 à 0 ذكرتناش بحاجة هذي ذكرنا دونك i في الاخر يساوي moins u référence sur 8r fois n voilà dit l'expression de i ça l'a تكون واضحة Ben, on passe à la question suivante, US. Donc, tiens de l'maï hédi. Donc, hédi epsilon klada. Tiens de l'maï hédi. Je trouve l'maï hédi. Donc, loi des maï. L'maï, ça met M, Z. M, donc, US. Donc, le courant, j'ai hic. Donc, UR prime. Ben, donc... UR plus UR prime plus epsilon يساوي صفر وإحنا عنا epsilon يقال زيرو معناها من الآخر ولات US يساوي moins R prime fois I واللي نعوضوها بالإكسبريسيون بتاعها دونك تولي U référence sur 8R fois R prime fois N معناها السيد هذايا هو الكا بتاعنا اللي لوجو عليه واضحة القصة ولا دونك خرجوا على شيرة الكا كا يساوي ار بريم او ريفيرونس سور 8 ار باهي لهنا ال الكونفرتيسور بتاعنا ا 4 بيت دونك خنكتبها ندخل الكاتر في الحكاية دونك او ريفيرونس سور 2 بويسونس 4 moins 1, 3 ولا 4 moins 1, 4 moins 1, R. Donc, لو كان جينيريزي الحكاية, donc pour n bit,
كاتوا ليلنا هي R prime U reference sur 2n moins 1 fois R. هي بور أي كونفرتيسور إن بيت عندنا الحكاية دي. واضحة القصة؟ فوالا نتعداو للابلان ايشيل والكونتوم والكاركتيرستيك دو ترانسفير. لابلان ايشيل هي تو سامبلومون هي تونسيون ماكسيمال، بي او هي تونسيون ماكسيمال، او اس ماكسيمال. ان او اس ماكسيمال كوريسبون ا ك فوا ان ماكس. باهي ان ماكس انت بارونتيز هي 2 بويسونس ان موانز 1، معناها الان نمبر دو بيت، معناها احنا بكري شوية عندنا 4 بيت. قداش اكبر عدد في ال 4 بيت نحسبو؟ تراه ان ماكس يساوي 2 puissance 4 moins 1. 2 puissance 4 c'est 16, moins 1 c'est 15. Donc, le plus grand nombre décimal dans le 4 bits est 15. Voilà. Donc, c'est la pleine échelle. La formule T. Maintenant, le cas est de nous aider à développer. Le cas est de nous donner R' U référence sur 2n moins 1 fois R. Ou le n max, nous allons donner 2 puissance n moins 1. Bien. Tardez à voir le quantum. بي لو كونتوم كو هو لانكريمون، دونك انا لا بلو بيتيت يونيتي، نقول لونيتي اليمونتير كونت اون اجوت كون اون اجوت بلوس ولا موان 1 في الان دون ان، معناها كي نزيد واحد مثلا احنا 15 بي نقص واحد 16 نقص واحد 14. دونك قداش عملنا كيو؟ تو نشوفوهم كل في الكورب، دونك سي تري سامبل مش صعيبة. أما كيو يساوي بار ديفينيسيون هي بي لا بلين ايشيل سور ان ماكس. باهي آخر حاجة عطينا لا ريزوليسيون، ريزوليسيون ار، ار يساوي 1 سور 2 لا بويسونس ان. هذا هذه فورمول تاعها. باهي ناخذ توا الكاركتيرستيك دو ترانسفير. هذه لا بلان ايشيل، دونك لوطا ان، انا كتبت اون ديسيمال، كنت نجم نكتب اون بينار، كي نكتب اون بينار نحط الكروشي كيما قلنا. دونك في على كل ان باش نحسبو الاو اس بالريلاسيون دي، على كل ان نحسب الاو اس. دونك مثلا تعطينا هيك كورب اون اسكالي هي اكسيتيرا اكسيتيرا حاسي اللي توصل للاخر. واضح؟ باهي توا لهنا ولات سهل القصة. هذي لا بلان ايشيل اكبر واحدة فهم بي او نطلعو من هنا. باهي الكونتوم هي الديستانس هذي كو، معناها الطلعة هذي، معناها كي نتعداو بواحد، دونك من واحد لاثنين ما تعدينا بواحد ولا، دونك الكونتوم هي الطلعة هذي، الديفيرونس الصغيرة هذي معناها. فوالا هذا شنو في كونفرتيسور. دونك نعاود نذكر شنو قرينا فيه. هنا في كيفاش طلعوا لو كورون اي، بعد قرينا كيفاش طلعوا او اس ايكال ك فوا ان، بعد قرينا فيه اش معناها بلان ايشيل كيفاش طلعوها، بعد قرينا فيه اش معناها كونتوم كيفاش طلعوها، بعد قرينا فيه اش معناها ريزوليسيون كيفاش نطلعوها. من بعد كي صورنا كاركتيرستيك دو ترانسفير شفناهم الكلام هذا كولي كان موجود غادي كي. دونك بي او تطلع اكبر حاجه، والكو تطلع هي الدرجه هي الكو. واضحه؟ اخدم اي اكزرسيس بالكوريكسيون حتى تفهم اش معنى كونفرتيسور. سي تري تري سامبل، معناها ما يسحقش مجهود كبير. ها، السلام عليكم ورحمة الله.